الحقيقة يمكن ننتقل بعد كده هي دي كانت مهمة يا فندم لتوضيح الأمر، لأنه الناس بتعتقد أحيانا أن المليون ونص فدان كلهم في مكان واحد، فلا حضرتك يعني وضحت الصورة أنه المليون ونص فدان موزعين على مناطق كثيرة في ربوع جمهورية مصر العربية. من ضمن هذه المناطق مشروع توشكا، أعتقد اللي كان بالفعل فيه خطوات تمت في هذا المشروع، ولكن احنا بنستكمل المشروع حتى يكون ذو جدول، لأنه توقف في منطقة أو في مرحلة حرجة جدا. ده صحيح. اللي أنا هعمله ده نموذج واحد من الـ14 موقع اللي احنا بنشتغل فيه في منطقة اسمها المغرى، دي تحت مدينة الحمام الشمالية الغربية أعتقد. بالضبط كده. دي منطقة اللي باللون الأحمر دي عبارة عن الأبار اللي احنا عاوزين نحفرها، بتبقى عاملة زي على شكل مربعات الشطرنج. اللي باللون الأسود دي احنا حفرناها، احنا حفرنا في المشروع لحد دلوقتي، البعض اعتقد اللي احنا لسه ما بدأناش، احنا حفرنا فوق 640 بئر. 640 بئر تم حفرهم؟ حفرهم إلى الآن. من إجمالي كام يا من حمد؟ إجمالي بنتكلم المشروع من المتوقع إن المساحة الإجمالية للمليون ونص مليون بنتكلم في 5000 بئر تقريبا. 5000 تقريبا. طبعا احنا ما بنقول 640 ده رقم مش سهل، عشان بس نتخيل معدات تصل لهذه المناطق الغير مأهولة وتقوم بها عدد من الأبار، عملية مش سهلة في أقل من سنة. يعني وإحنا بنحسب لازم نحن نراعي البعد اللوجستي كمان، لأنه هذه المناطق مش موجودة في مكان واحد، وبالتالي في مناطق بعيدة أو وعرة أو صعب الوصول إليها. فده بيكلف الدولة مشاق كثيرة، سواء على مستوى الانتقالات أو حتى على المستوى المادي. ده صحيح. تكلفة حفر الأبار دي يا فندم للحصول على المياه الجوفية بتوصل قد ايه؟ يعني احنا هنا بنتكلم احنا عاوزين نوصل لخمس تلاف بئر جوفي عشان نقدر نغطي المليون ونص فدان. تكلفة البئر الواحد بتكون قد ايه فندم؟ هنا في مناطق زي منطقة المغرى دي البئر فيها رخيص لا يتجاوز 300,000 او 400,000 جنيه. تمام. اما في مناطق زي الوادي الجديد البئر يصل الى حوالي 2 مليون جنيه. ياه. الفجوة الكبيرة دي سببها ايه فعلا؟ ان البير في الوادي الجديد بيصل الى 1000 متر حتى يصل الخزان النوبي اللي انا اتكلمت فيه، اما في منطقة المغرى بياخد من الخزان ضحل شوية فتكلفته بتبقى اقل. هذه الابار قدرناها تكلفتها للمشروع كله بنتكلم في 12 مليار جنيه. 12 مليار جنيه اللي هو حفر الابار فقط. بالظبط كده. اللي انا بشرحه دي منطقه من مناطق ال 14، هنلاحظ الارض هنا واخده الوان مختلفه. اللون الاخضر دي معناها الصلاحيه بتاعتها من احسن الصلاحيه طبقا لتقديرات وزاره الزراعه. اللي في المناطق باللون الاحمر معناها غير صالحه للزراعه. او باللون الازرق معناها منخفضه وغير صالحه للزراعه. تمام. طيب هنا بقى تبدا تجانس الوزارات مع بعض، مع وزاره الزراعه، وزاره الاسكان، وزاره الري، لنفس المنطقه دي اصبح عملنا فيها تخطيط عمراني بهذا الشكل بمعرفه وزاره الاسكان. المناطق اللي هي لا تصلح للزراعه بيتعمل فيها نوع من البحيره هنا موجوده، المناطق اللي غير صالحه للزراعه بيتعمل فيها قرى وخدمات أو إنتاج حيواني، والمربعات الخضراء الصغيرة هي دي المزارع اللي هتبدأ كل مستثمر بياخد المساحة بتاعته. الكلام ده تم بعمل شبكة الطرق اللي بتخدم هذا المشروع، يبقى ده نموذج للتخطيط العمراني لهذه المساحة. طبعا في شبكة طرق وفي بنية تحتية وفي يعني عشان يكون المشروع متكامل ويكون عنصر جاذب للناس، طالما انا بتكلم عن عملية تفريغ للقضاء على الكثافة السكانية العالية وخصوصا على مدار السنوات المقبلة، بالتالي لازم يكون عندي بنية أساسية وبنية تحتية سليمة في صح. عناصر جذب للمواطن، لانه مش هيروح يقعد في الصحراء. انصافا للحقيقة وللتاريخ، هي السيد رئيس الجمهورية كان اسهل شيء ان نعطي الارض للمستثمر هو اللي يروح يزرع ما يزرعش، ياخد الابار ما يعملش، زي ما حصل في بعض المساحات وكلنا عارفين كده. صحيح. وانما اختار الاختيار الصعب من وجهه نظري، وهو لن نعطي الارض ونقول له روح انت اتفضل، لا ده انا هعمل لك البير وهجيب لك المكنه اللي بترفع الميه وهعمل لك القريه وهعمل لك الطرق وهتدفع المستثمر مقابل هذا، بس في سبيل انه ما يبقاش فيه عشوائيات. صحيح. الله، ايه حكايه العشوائيات؟ ان كل واحد يعمل ان هعمل هنا القريه أو التجمع ده، أنا هعمل هنا الطريق على مزاجي، لا أنا اللي خططت له كل حاجة حتى لا نضمن فيها عدم ظهور عشوائيات كما حدث في بعض المناطق واستنزاف للمياه الجوفية زي ما حدث في بعض المناطق وأصبحت تراعى فيها البعد العصري الجديد.
هنا موضوع معلومة برضو بنقولها من خلال برنامج حضرتك، المشروع ده حتى نضمن الاستدامة للأجيال اللي جاية. البعض بيقول ده ملك الأجيال الجاية. نعم، فأنا لازم أكون حريص للأجيال اللي هتأتي بعد 100 و200 سنة وإلى ما شاء الله. كيف نضمن الإدارة الرشيدة لهذه المياه؟ حقيقة كان الحل الوحيد لهذا الموضوع وهو اللجوء إلى الطاقة الشمسية. تمام.